قواتنا المسلحة الباسلة تتقدم في الخالدية بحمص وتتصدى لإرهابيين حاولوا الاعتداء على قرية في تل كلخ. ميخائيل بوغدانوف يؤكد وجود مئات المرتزقة من مختلف الدول يحاربون في سوريا كمقاتلين في جماعات مسلحة غير شرعية. والقوات المسلحة المصرية تبدأ عملية أمنية للهجوم على معاقل الإرهابيين في شبه جزيرة سيناء. التاسعة من قناة الدنيا، السلام عليكم. استشهد وأصيب العشرات من المواطنين إثر سقوط قذائف هاون أطلقها إرهابيون على منطقة العمارة بدمشق، وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أنه استشهد 6 مواطنين وأصيب أكثر من 40 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إثر سقوط عدد من قذائف الهاون على منازل الأهالي في محيط جامع الفاروق وشارع النحلاوي بمنطقة العمارة بدمشق. وأشار المصدر إلى أن الاعتداء الإرهابي على حي العمارة السكني ألحق أضرارا كبيرة في منازل الأهالي وممتلكاتهم. الله يرحم شهداء سوريا كلها ويرحم ابني معهم. خلال ميزان أول رقد ابني مشان ينقذ الناس. كان مش بنت بده ينقذها، من اجته قضيبة ثانية برقبته روحته. عمره 18 سنة. بلك بالأرض وما وياها. الثانية هو عم ينقذها للطفلة، هو عم ينقذها للطفلة. أبدا شفت القصيفة الثانية برقبته هون لوحده والبنت. يعني العالم طالعة من الجامعة هلا، نزلت أول وحدة هون، إجت العالم رقدت طالعة من الجامعة رقدت، قام إجت الثانية عليه هون اللي راحوا أطفال وشباب صغار كلياتها يعني. شظية برقبتي و14 قطبة بإيدي. طلع صوت قوي كثير وأنا بالأرض أنا وأبي وجوز خالتي. وجارنا كمان مصاب بخاسرته ومختر هلا بالمستشفى بالمجتهد. عالم تطلع من الجوامع متجمعين بيعملوا هالشغلات هي مشان يروحوا اكبر عدد من المدنيه اللي مالهم شغل نهائيا. طالع من الجامع مصلي وجاي لهون ياخذ مسبحه وفول. اجت القصيفه روحت ولا تركنا المستشفى المجتهد. الله يخلصنا من كل ارهابي يا رب بجاه الشهر الفضيل. عم تتيتم نساء ورجال واطفال وشباب، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى ذلك، واصلت قواتنا المسلحة الباسلة ملاحقة المجموعات الإرهابية في قرى وبلدات عدة في الغوطة الشرقية والريف الجنوبي لدمشق. وقال موفد الدنيا إلى المنطقة إن وحدة من قواتنا المسلحة دكت مقرا للإرهابيين في حي برزة بما فيه من أسلحة وذخائر وإرهابيين، كما سحقت مجموعة إرهابية إلى الجنوب من جامع الإيمان في حارستا وصادرت عددا من كاميرات المراقبة نصبها الإرهابيون في المنطقة. ودمر ميامين الوطن وكرا للإرهابيين إلى الشرق من مسرابة في منطقة دوما، وسحقوا 2 من متزعمي المجموعات الإرهابية وعددا من أفراد مجموعتيهما، كما أردوا 15 إرهابيا من جبهة النصرة إلى الشرق من الملعب البلدي في دوما أثناء محاولتهم زرع عبوات ناسفة. كما تصدى بواسل الجيش لتجمعات الإرهابيين في عدرا البلد والكسوة وبلدة دير سلمان والذيابية، وتمكنوا من قتل عدد من المسلحين وتدمير أوكار بما فيها من أسلحة وذخيرة. وفي حلب، نفذت القوات المدافعة عن سجن حلب المركزي عدة هجمات استباقية في المناطق المحيطة بالسجن استهدفت فيها تجمعات للإرهابيين وقضت على عدد كبير منهم. كما تصدت قواتنا المدافعة عن مطار منخ العسكري لعصابات إرهابية تابعة لجبهة النصرة وسحقت عددا من أفرادها. وبالقرب من مركز البحوث الزراعية تم تدمير شاحنة محملة بالأسلحة والذخيرة، ما أدى إلى حدوث انفجارات قوية في المكان استمرت عدة دقائق. وفيما شهدت أطراف حي الراشدين بمدينة حلب اشتباكات عنيفة قتل خلالها عدد من الإرهابيين. كما نفذت قواتنا المسلحة عملية نوعية في قصد الحرام بالمدينة القديمة استهدفت خلالها وكرا أثناء اجتماع عدد من متزعمي المجموعات الإرهابية، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل جميع من كان فيه من إرهابيين.
ميدانيا أيضا استهدفت وحدة من قواتنا المسلحة مجموعة إرهابية في معبر دبسي في معرة النعمان، ما أدى إلى مقتل 10 مسلحين وإصابة عدد آخر. هذا فيما واصلت وحدات من قواتنا المسلحة استهداف وملاحقة تجمعات وفلول الإرهابيين في الخالدية وباب هود والورشة وجورة الشياح والحميدية، موقعة أعدادا كبيرة من القتلى والمصابين في صفوفهم. وقال موفد الدنيا إن وحدة من قواتنا المسلحة تصدت لمجموعات إرهابية حاولت الاعتداء على قرية القميري في تلكلخ بريف حمص وأوقعت عددا من القتلى والمصابين بين أفرادها. تواصل وحدات الجيش العربي السوري عمليات التمشيط في بلدة القريتين والمزارع المحيطة بها في ريف حمص لاستئصال الإرهاب واجتثاثه في تلك المنطقة. الجهات المختصة وخلال ملاحقتها للمجموعات الإرهابية المسلحة عثرت على عدد من الصواريخ وقاعدة لإطلاقها وأجهزة حاسوب وجهاز إرسال فضائي. عمليات التمشيط في المنطقة أسفرت أيضا عن العثور على مستودع للأدوية الطبية وتجهيزات مشفى ميداني سرقها الإرهابيون من المؤسسات الصحية العامة، إضافة إلى سماد لصناعة العبوات الناسفة وعدد من السيارات المسروقة. فيا صناع الإرهاب وأدواته وداعميه، احرصوا دائما وتذكروا بأنه مهما تعاظم إرهابكم وكبرت أدواتكم وقتلكم وخرابكم، فإن حماة الديار رجال الجيش العربي السوري سيقطعون يد كل من تخول له نفسه المس بشبر أو ذرة من تراب الوطن. في إطار سعي الحكومة لتخفيف المعاناة من أهالي حلب الشرفاء، بدأت بتسيير قوافل تضم مواد غذائية سيتم توزيعها على الأسواق، كما باشر مخبز الحمدانية عملية الإنتاج والبيع المباشر للمواطنين. جهود مكثفة وحثيثة من قبل الحكومة السورية لتوفير المتطلبات المعيشية للمواطنين في حلب والقضاء على محاولات الإرهابيين فرض حصار على أحياء المدينة، فقد باشر مخبز الحمدانية عملية الإنتاج والبيع المباشر للمواطنين. عودة عجلة الحياة إلى أفران ومخابز مدينة حلب، ومثل ما شايفين السادة وأخوتنا في المخابز سوف يستمر العمل على مدار 24 ساعة بمعدل 3 دوريات لتأمين رغيف الخبز لأهلنا المواطنون في مدينة حلب الصامدون. بعد أن توفرت مستلزمات الإنتاج وخاصة مادتي الدقيق والمازوت من أجل عمل المخابز الآلية، فقد بدأنا العمل في هذا اليوم. الحكومة السورية تسعى لإيجاد الآليات الناجعة والمفيدة التي تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الغذائية والصحية، والعمل بكل السبل للقضاء على النقص الحاصل بالمواد الغذائية الأساسية الذي تسببت به المجموعات الإرهابية. الله يحمي الجيش إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية، كويس تازة وسخ النار، يعطيكم ألف عافية. الله سيب الفرن على البيت على الأكل كله تمام. اهتمام كبير توليه الحكومة السورية لتسيير قوافل تضم مواد غذائية للمدينة سيتم توزيعها على الأسواق بهدف تحسين أوضاع مدينة حلب ووضع كل الإمكانات المختلفة بتصرفها بما يسهم بشكل فاعل في تحسين الوضع المعيشي والإنساني للسكان هناك. مع بداية شهر رمضان المبارك رصدت الدنيا تحضيرات المجمع الاستهلاكي في مدينة إدلب لتأمين المواد الغذائية وبأسعار مناسبة، حيث تتوفر تشكيلة سلعية واسعة من المواد الغذائية بأسعار منافسة عبر كافة المؤسسات الاستهلاكية، وقد تم طرح كميات من المواد الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن السوق المحلية بنحو 10 إلى 25%، وذلك بهدف كسر الاحتكار من قبل بعض التجار الذين يستغلون الإقبال الكبير على الشراء والطلب المتزايد على المواد لزيادة الأسعار. يشار إلى أنه تم خلال شهري أيار وحزيران توزيع نحو 1200 طن من مادة السكر ونحو 420 طنا من مادة الأرز. يوجد تشكيل سلعي ولكن الكميات يعني غير كبيرة جدا بسبب أنه الإقبال شديد، والحقيقة فاق طاقة وتوقعات المجمع، يعني في إقبال شديد، وإذا لاحظتوا على الصورة نحن يعني يوميا استطاعتنا إذا كنا نستقبل مثلا 400 مواطن اليوم عم بيجينا 2500 3000 مواطن. الأسعار ممتازة اليوم، بس بالنسبة للسوق ما في رقابة نهائيا،
يعني ما في وجود للتموين للشيء هذا، ما في نهائيا يعني، واسعار مرتفعه كثير بالنسبه للسوق. المواد متوفره هون ممتازه يعني، بتأدي حاجه المستهلك يعني، ومواد اساسيه يعني لازم هي على الموسم هذا. قطع التراث هو سبب كل شيء، قطع التراث عن الديب هو واحتكار التجار عم يعطي مساعده بالنسبه لقطع التراث، وهذا الشيء لازم يكون في له حل من قبل الجيش. الحمد لله رب العالمين، الجيش عم يشتغل اتم الوجه. والله الاسعار نار، والله التجار عم يشيلوا من المحلات بيحطوا بالمخازن. نار نار والله بالنار. شو بندور الكيلو ب 100 ورقه؟ طيب نحن فقيرين، احنا عالم ما في حاله، نحن فقيرين. انا صار لي ساعتين بركي عم بستنى الخضره لتنزل، لا تصير ما ب 50 يا اخي ب 60 70 نيحه، بس من العالم الفقير. انا جوزي اسمه مقطوع بركي بالارض، منين بدي اجيب؟ بعد عدة قوافل مساعدات إنسانية وفي بادرة جديدة، وصلت إلى مطار الباسل باللاذقية يوم أمس طائرتا مساعدات روسية تحملان على متنيهما 70 طنا من المساعدات الإنسانية مقدمة من الحكومة الروسية إلى الفلسطينيين المقيمين في سوريا. مرة أخرى روسيا الاتحادية شعبا وقيادة في موقعها الإنساني مع الدول المظلومة والمنكوبة. طائرتان روسيتان أقلعتا من ضمير الشعب الروسي والحكومة، وصلتا إلى مطار الشهيد باسل الأسد في جبلة لمساعدة الشعب الفلسطيني المقيم في سوريا. تحملان 70 طنا من المساعدات الغذائية التي تتضمن أغذية أطفال ومعلبات لحم وسمك وغيرها. هذه المساعدة تدل على عمق العلاقة المتينة بين الشعب الروسي الصديق والشعوب العربية بشكل عام والشعب الفلسطيني والشعب السوري. في الحقيقة أن الشعب الروسي شعب صديق ولنا تاريخ عريق معه، وقدم وما زال يقدم لنا منذ انطلاق ثورتنا الفلسطينية لحد الآن جميع ما يستطيع من مساعدات مادية ومعنوية وسياسية. نعم، هي أكبر من كونها مساعدات، لطالما روسيا الموقف والقرار. حتى وإن استقال الأعراب من عروبتهم، لابد من رجال وشعوب تسعى في الضمير، وها هي روسيا تقول هنا فلسطين. من مطار الشهيد باسل الأسد في جبلة، باسم عباس، تلفزيون الدنيا. وصلت فروع المصرف الزراعي المنتشرة في محافظة الحسكة صرف قيم الحبوب المسوقة للفلاحين عن الموسم الزراعي الحالي، وذلك من خلال تخصيص مقرات بديلة لها ضمن بناء المصرف الزراعي في الحسكة بهدف ضمان استمرارية صرف قيم محصولي القمح والشعير، حيث أكد الفلاحون على سهولة الإجراءات وعدم وجود أي تعقيدات في عملية الصرف وقيام العاملين بتذليل الصعوبات، فيما اشتكى آخرون من غياب العاملين في فرع مصرف مركدة الزراعي وعدم تسليمهم قيم الحبوب للفلاحين. إلى ذلك أكد القائمون على العمل استمرارية العمل لضمان استلام جميع الفلاحين لقيم محصولهم ضمن أسهل الإجراءات وأيسرها ودون عقبات. عملية الصرف لهذا العام ميسرة جدا، يعني أمر الدفع ما يستغرق معنا أكثر من نصف ساعة يكون جاهز للصرف. طبعا الاعتمادات لحد الآن متوفرة والسيولة متوفرة أيضا. صرفت ما يقارب 400 مليون، 100 مليون لإكثار البذار و 300 مليون لمؤسسة تصنيع الحبوب. احنا لحد السعين الواردات عندنا 20 فاتورة، صرفنا ما يقارب 7 مليون. الفاتورة تجي بنفس اليوم تنظف فيها أمر صرف وتنصرف للمزارع، والأمور ماشية على ما يرام، يعني ما في أي تعقيدات، مصاري محولة من قبل مؤسسة الحبوب ورصيد موجود عندنا. والله سنة ولا في أسهل من هيك إجراءات وتعاون من كل الشباب، كأنه من الحبوب ولا من المصارف، ما في أي مشكلة. والله أمور المصرف الزراعي كويسة وبخير، ومدير المصرف الله يعطيه العافية والطاقم اللي معاه وما يقصروا. أنا تابع المصرف مرقدة، وين موظفين مصرف مرقدة؟ بدي أعرفهم، وينهم؟ بدي أشوف واحد منهم هون مداوم، ولا واحد. وين؟ ولا واحد. الفاتورة من تاريخ 15 لأدانا، إيش بدك أكثر من الصعوبات؟ أكد
أكد نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف أكد وجود مئات المرتزقة والمقاتلين من مختلف الدول بما في ذلك دول أوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى مواطنين روس يحاربون في سوريا كمقاتلين في جماعات مسلحة غير شرعية. وقال بوغدانوف إن الأجهزة الخاصة الروسية والسورية تتبادل المعلومات بشأن الأنباء التي تشير إلى وجود نحو 600 مقاتل أجنبي على أراضي سوريا بمن فيهم أشخاص أتوا من روسيا وأوروبا والولايات المتحدة. شدد الموقف الروسي حول استخدام السلاح الكيماوي من قبل المسلحين في حلب والمدعوم بالأدلة والوثائق، شدد الخناق حول الموقف الدولي من الموضوع. المنظمة الدولية حنت الرأس قليلا وقبلت الدعوة السورية لزيارة دمشق وبحث الملف، موقف وإن جاء متأخرا إلا أن كثيرا من المراقبين يرى فيه انعطافة دولية في فهم حقيقة من يحمل السلاح ضد الدولة السورية ومواطنيها. أعراض هلوسة الكيماوي والتي ظهرت فجأة لدى الولايات المتحدة التي أخذت تطلق تصريحات غير مفهومة متناقضة لتنتهي إلى اتهام الجيش العربي السوري باستخدام الأسلحة الكيميائية، ولتكثر بعد ذلك التأويلات كاستخدام محدود حول استخدام الكيميائي. بالمقابل وعلى مدى شهور وجريمة الإرهابيين بحق الأبرياء عالقة بأروقة كذبهم بهدف تبرئة الجاني، إلا أن إصرار الحكومة السورية على ضرورة كشف الحقيقة تجلى أخيراً بقبول المنظمة الدولية الدعوة التي وجهتها الحكومة السورية إلى اثنين من كبار مسؤوليها لزيارة دمشق لإجراء محادثات حول المعلومات عن استخدام أسلحة كيميائية في خان العسل بحلب. إن الأمم المتحدة قبلت دعوة الحكومة السورية التوجه إلى دمشق لاستكمال المشاورات حول آليات التعاون المطلوبة. من جهتها روسيا وعلى لسان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أكدت أنها تبذل جهوداً لتسهيل دخول خبراء الأمم المتحدة إلى سوريا للتحقيق في المعلومات عن استخدام السلاح الكيميائي هناك، منتقداً بشدة ما وصفه بأنه زوبعة دعائية في الفنجان تثيرها الدول الغربية بشأن مزاعم بأن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيميائية ضد شعبها، ومعتبراً أن التصريحات الأمريكية حول أن روسيا تعرقل الجهود المبذولة في مجلس الأمن الدولي في هذا المجال لا تتطابق مع الواقع. وكان تشوركين قدم للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحليلاً روسياً أظهر من خلاله كيف أن الإرهابيين في سوريا هم من أطلقوا مقذوفاً يحوي على غاز السارين وسقط في خان العسل. التعويذة الأمريكية الكيميائية تبدو فاقدة للفاعلية أمام ما أحرزته الدبلوماسية الروسية من أوراق تثبت وبالأدلة حقيقة استخدام المجموعات الإرهابية المتورطة من دول تسعى لحمايتها للمواد الكيميائية. فأوراق موسكو المدعومة بالحقائق هزمت تعويذات وهلوسات واشنطن حسب مراقبين. أكدت صحيفة الديار اللبنانية أن الحدود اللبنانية السورية باتت الساحة الأكثر تهريباً للسلاح إلى سوريا، كاشفة أن مرفأ طرابلس شمال لبنان يستقبل بواخر تحمل أسلحة ويتم تفريغها تحت حماية مسلحين أصوليين يسيطرون على المرفأ. ولفتت الصحيفة اللبنانية إلى أن البواخر تنقل الأسلحة إلى منطقة العبدة على مدخل عكار حيث يتم تهريب السلاح كله باتجاه سوريا. أما تصريحات من يشهرون السلاح في سوريا ويدعون القتال تحت مسمى الحرية بأن إسرائيل ليست عدوة لهم فلم تثر أي استغراب لدى المواطن السوري الذي أدرك منذ بدء الأزمة أن هؤلاء ليسوا سوى أدوات يراد منها تمرير المخطط الأمريكي الإسرائيلي الهادف لكسر الإرادة السورية وثنيها عن دعم المقاومة، وما كان مجرد تصريحات أضحى تعاون موثقا حسب ما يتكشف يوميا عن حقيقة دعاة الحرية. صراحة وليس في الخفاء يمد الثوار تنسيقيات الإرهاب مع إسرائيل على طول خط العمالة، يخترقون الحدود تحت الأضواء وبرعاية استخباراتية متعددة الجنسيات بين أمريكية وإسرائيلية وقطرية وخليجية، يضخ مزيد من الإرهاب للسوريين. أما عمليات التهريب فتجري بكثافة من جهة الأراضي المحتلة برعاية أردنية
وتعهدات قطرية تدعم الجماعات الإرهابية بالأسلحة النوعية بالصواريخ الحرارية وصواريخ لاو والأسلحة الثقيلة التي تهرب من منطقة الطيبة ووادي اليرموك والمنطقة المحاذية لمنطقة السويداء ودرعا عبر مجموعات من المرتزقة والفارين يترددون على الحدود السورية الأردنية ويقومون بالتنسيق مع المخابرات الإسرائيلية والأمريكية. وتؤكد المعلومات على أن إسرائيل تشرف مباشرة على تحركات الإرهابيين وتحرص على دعمها اللوجستي الكامل لهم ومعالجة من يدعون الجهادية ويقاتلون تحت لواء النصرة ثم ينقلون إلى المشافي الإسرائيلية ويعودون، ورائحة المراهم الصهيونية تفوح منهم بشهادة العين الأممية التي حاولوا وضع مخرزهم فيها واستهداف قبعاتها الزرق. لا تترك المؤشرات السياسية والتاريخية والميدانية مجالاً للشك في التورط الإسرائيلي في الأزمة في سوريا، وبالرغم من الصمت الإعلامي الذي كان استراتيجية إسرائيلية دعا إليها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في التعامل مع الأزمة في سوريا، إلا أن خروج الأفعى الصهيونية من جحرها مؤازرة من بقي في الجحور الإرهابية والأنفاق ومرممة تهاوي أحرار الناتو وثوار النفاق، معطية الإشارات لكل التنسيقيات ومتوحدة مع لحى نصرتها ميدانياً لاستهداف دمشق. كل ذلك ليس إلا دليلاً يضخم المشهد بمزيد من البراهين على أن هدف إسرائيل واضح ومباشر في إضعاف سوريا وجيشها، وعلى أن أيضاً ثمار ربيع النعاج الصهيونية وربح تجارتها عائد للكيان الغاصب الذي يلمس اليوم ساراً سورياً في الميدان يربك أدوات العدو ويسحقها بحذاء الجيش العربي السوري، ما يدفع الصهيونية بالمجازفة بما بقي من سمها في آخر فصول ربيع النعاج. توافد عشرات الآلاف من أهالي القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 48، ومن استطاع الوصول من أهالي الضفة الغربية منذ ساعات الفجر الأولى توافدوا إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في صورة تظهر حقيقة ديمقراطيتها المزيفة. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 5 سنوات في مدينة الخليل بتهمة إلقاء الحجارة على الجيش، وقد اقتيد الطفل وديع مسودة بصحبة 7 عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأشارت منظمة بيت سليم الناشطة في مجال حقوق الفلسطينيين إلى أنه تم توقيف الأب والابن، ثم قام الجنود بتكبيل يدي الأب وتغطية عينيه. لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن تطلب السلطات المصرية من روسيا مساعدات اقتصادية، مشيرا إلى أن موسكو مستعدة للنظر في ذلك. من جانب آخر، أكدت مصادر دبلوماسية أن الفريق عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع قام بإصدار أوامر بسحب السفير المصري من العاصمة التركية بعد توتر ملحوظ في العلاقات بين البلدين عقب الإطاحة بالرئيس مرسي، الأمر الذي وصفته أنقرة بالانقلاب العسكري. وكشفت المصادر أن الفريق السيسي فضح الدور التركي وانتهازه للعلاقة مع الإخوان المسلمين، حيث كانت تركيا من أكثر الدول المانحة لمصر بعد ثورة 25 يناير، ووصلت الاستثمارات التركية في مصر إلى أكثر من 10 مليارات دولار في ظل حكم الإخوان. وتؤكد المصادر أن السيسي، وحين اكتشف أن هذه الصفقات كانت وهمية ولا أساس لها من الصحة، قرر قطع العلاقات مع تركيا في الوقت الراهن حتى الانتهاء من الأزمة.
ومع تواصل الحراك السياسي على الساحة المصرية وتوقع رئيس الوزراء المكلف أن تؤدي حكومته اليمين القانونية نهاية الأسبوع المقبل، تشهد سيناء المصرية سخونة دموية في الصراع أودت بحياة عدد من العسكريين المصريين، الأمر الذي قابلته القيادة العسكرية بالإعلان عن عملية عسكرية كبيرة لتطهير جبل الحلال في منطقة العريش بسيناء من الإرهابيين، تأكيدا على الشرعية الشعبية وحماية لثورة 30 من يونيو. دعا المعتصمون والمتظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة جموع الشعب المصري للمشاركة بمليونية تحت عنوان جمعة الزحف إلى القاهرة، وذلك بهدف التأكيد على مطالب الشعب والقصص للشهداء ومحاكمة نظام مرسي وإخوانه، خصوصا بعد استشهاد ضابط من الجيش المصري وجرح آخر في هجوم شنه مسلحون من جماعة الإخوان على نقطة تفتيش للجيش في محافظة العريش، والتي أعلن الجيش عن القيام بحملة أمنية واسعة فيها لتطهيرها من الإرهابيين. إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع مصلحة الأمن العام قام بتوجيه حملات أمنية وتفتيشية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي بمحافظات مصر. وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه العمليات أسفرت عن ضبط عدد كبير من الأسلحة المتنوعة، منها بندقيتان آليتان إحداهما مزودة بجهاز رؤية ليلية وقناصة وبندقية خرطوش، كما استهدفت القوات الأمنية المصرية إحدى البؤر الإجرامية بمحافظة الدقهلية وضبطت عصابة مكونة من 4 أشخاص. جاءت هذه العمليات في إطار مواصلة حملاتها بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وأحكام السيطرة الأمنية، إثر الاحتجاجات الشعبية العارمة التي أطاحت بمحمد مرسي وجماعة الإخوان. تشهد مصر حوادث مخلة بالأمن ينفذها أنصار الجماعة المخلوعة، ولكن هيهات أن يحققوا مبتغاهم بوجود الجيش العربي المصري. هذا ما يقوله الشعب المصري. قال الجنرال جيمس آموس قائد سلاح مشاة البحرية الأمريكي إن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية تعملان في الشرق الأوسط تحركتا إلى منطقة قريبة من الساحل المصري على البحر الأحمر في الأيام الماضية في إجراء احترازي على ما يبدو بعدما أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي. وقال آموس إن مصر تمر بأزمة حاليا، وعندما يحدث هذا علينا أن نتيح لقيادة بلدنا بعض الخيارات دون أن يذكر تلك الخيارات. وأضاف أن سفينة النقل سان أنطونيو وسفينة الهجوم البرمائي كيرسارج تحركتا شمالا في البحر الأحمر قبل ليلتين أو 3 حتى تكونا في وضع أفضل للاستجابة إذا لزم الأمر. وقال مسؤولون بالبحرية إن السفينة الثالثة ضمن المجموعة وهي كارتر هول بقيت قبالة ساحل البحرين في الخليج. في المغرب، أعلن ناشطون عن تأسيس حركة تمرد المغربية وهدفها إسقاط الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي. ودعت الحركة إلى تنظيم احتجاجات في 17 من الشهر الجاري من أجل إسقاط الحكومة وإعادة صياغة دستور جديد للبلاد يكرس النظام الملكي البرلماني. وفي تونس، أكد نائب رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة أنه يخشى من انتقال السيناريو المصري إلى تونس، مؤكدا أن البلاد تعيش مرحلة انتقالية صعبة وصراعا كبيرا على السلطة، وهذا ما يفسر حالة الاحتقان التي تعيشها البلاد منذ فترة وهي وضعية غير مطمئنة. شكل عزل الإخوان المسلمين من الحكم في مصر زلزالا غير مسبوق لزعيم حزب العدالة والتنمية التركي رجب طيب أردوغان، فبدأ بالدوران والتحرك لمواجهة آثار أحداث الشارع المصري خشية ارتداداتها عليه في ظل التصعيد غير المسبوق للأحداث في ساحة تقسيم. الاحتجاجات التركية ضد سياسة حكومة أردوغان لم تهدأ، وساحة تقسيم أصبحت عنوانا ورمزا للاحتجاج ضد من لا يخضع لإرادة الشعب كمشهد سياسي داخلي في تركيا. محللون سياسيون يرون في هذه الاحتجاجات انعكاسا لسقوط أحجار الدومينو الإخوانية، ولعل أكبرها مرسي وجماعته في مصر الحليف الأهم استراتيجيا بالنسبة لحزب العدالة والتنمية التركي. أردوغان الذي شعر أنه لزاما عليه إعادة حساباته
وخاصة بعد التأييد والترحيب الدولي ولو كان ضمنا في بعض الأحيان لما حدث في مصر. فالغرب جرب الإخوان المسلمين واقتنع بأنهم فاشلون ويهددون مصالحه فتخلى عنهم بسهولة وربما إلى الأبد. فضلا عما كشفته تطورات الأسابيع الماضية من رفض شعبي عربي ومصري عارم لهم. أردوغان الخاسر الأكبر ويتلمس رأسه يقول محللون، فسقوط المشروع الإخواني في المنطقة والانتصارات التي حققها ولا يزال الجيش السوري في العديد من المناطق الاستراتيجية وأمام نظر أردوغان يعني معادلات عربية وأقليمية جديدة. مراقبون وإعلاميون أتراك يقولون إن النموذج الذي شكله الغرب مستلهما من أردوغان بهدف إقامة علاقات جديدة مع الإسلام السياسي قد مات بنظر الغرب، وإن أردوغان تولى مهمة ترويض الإخوان الذين يعارضون الولايات المتحدة والغرب في الشرق الأوسط ويبيحون الأعمال الإرهابية، لكنه فشل في تطبيق هذا النموذج حتى في بلاده وتلقى مرسي الضربة بسبب مواجهته المشاكل التي يواجهها أردوغان في تركيا، ما جعل أردوغان رجلا وحيدا ومعزولا في العالم وفي الشرق الأوسط وبلاده، وتحول إلى سياسي ينتظر قرار تقاعده. ويبقى السؤال الأهم، هل سيتقبل أردوغان هذه الهزيمة الكبرى أم أنه سيخطط لهجوم معاكس لمواجهة خسارات أكبر؟ نشرتنا انتهت ولم يبقى إلا أن نذكر بالعناوين. قواتنا المسلحة الباسلة تتقدم في الخالدية بحمص وتتصدى لإرهابيين حاولوا الاعتداء على قرية في تلك الأخ. ميخائيل بوغدانوف يؤكد وجود مئات المرتزقة من مختلف الدول يحاربون في سوريا كمقاتلين في جماعات مسلحة غير شرعية. والقوات المسلحة المصرية تبدأ عملية أمنية للهجوم على معاقل الإرهابيين في شبه جزيرة سيناء. ختام النشرة بأمان الله.